رحمكم الله. القول الفصل. عفوا يعني شكلها ما شاء الله يعني درس الوضع صح زين. أيضا رسالة تقول لا تقهر زوجك بالتسلط عليه لأن هذه ليست شطارة. الرجل لا يقهر ونعوذ بالله من قهر الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا رسالة تقول أقترح أنك تعطي الحريم تطبيق بسيط يسوونه للرجال ويردون عليك بالنتائج بس يطبقوا هالكلام زين. أوكي أنا الآن نسوي تطبيق الحريم نسوي تطبيق والله فكرة رائعة بس ردوا بصدق ها ردوا بصدق كل واحدة تبعث لزوجها مثلا رسالة تعبر عن مشاعرها سواء بحبك أو اشتقت لك أو الدنيا بدونك ما تسوى. كل واحدة الآن تطرش رسالة لزوجها بحبك اشتقت لك الدنيا بدونك ما تسوى. نجرب تطبيق ما تقولون نبغي تطبيق ها ما يثمر في الرجال زين جربوا. احنا ما نلقي اللوم على آخر لأنه جاي حلقة للرجال بعنوان ماذا تريد الزوجة من زوجها. زين حنا الآن نسوي تطبيق. قمر ابعث انت بعد تطبيق يلا. تطبيق كالآتي ابعثي زوجة تبعث لزوجها رسالة تعبر عن مشاعرها بحبك اشتقت لك الدنيا بدونك ما تسوى أي كلام حب ونشوف رد الأزواج نشوف رد لا المصيبة الحين الأزواج فيهم دبلوماسية الحين يقولك نسمع برنامج وسيم الحين من رد ردي إنه حنا مساكين بعد ما في حل. ها من معي يا قمر؟ فاطمة قولي يا فاطمة. ألو أي نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا مرحبا. أول حاجة الراجل بيحتاج مساحة لنفسه يسترد فيها راحته ومشاعره يرجع للبيت هادي. يا السلام هذه كاتبتها الدكتورة ترى. نعم. لا والله أنا معرفة. لا لا أدري بس كاتبتها الدكتورة أعطيه حيز. أنا عايزة اسم الكتاب ده منك. نعم. عشان خاطر ههدي لبعض الناس. يا السلام. يعزوا عليا. هي. وبعدين لما الواحدة تشوف جوزها متضايق تحاول تكلمه تضحك معاه توافيه لقيت ما فيش حاجة تقول له ايه رأيك. رسالة تقول انا اقول الله يعطيكم العافية انا اقول لابو منصور الله يخليك لي لآخر يوم بعمري. ورسالة تقول انا زوجي رد علي احبك بالشين ما هو بالكاف. زوجي رد علي احبك زين الحمد لله احمد ربك. والله الكلام الأخ قمة في الواقع. الحب الزواج حب مبني على الحب ما هو مبني على مهر وروتين وشهر عسل. أصل الزواج حب مودة ها لتسكنوا إليها طمأنينة هذا الزواج يا أخواننا. لكن هذه الدكتورة نيرمان كتبت هذه الأمور هي حل مشكلات. أنا أحب صديقي لكن وقت الخصومة أحتاج لاستشارة صح. أنا أحب سيارتي يوم تتعطل أحتاج لاستشير مختص. كذلك الحياة الزوجية مبنية على الحب. أحيانا يحدث تصادم يا رجل أنت بتتصادم مع نفسك. أنت أنا وسيم 2015 ليس كوسيم 2017 أختلف. مر علي عامان الحديد يصدأ في العامان فتتغير الأفكار والحياة والطبيعة صح. فلهذا أنت تحتاج هذه النصائح التي وضعت إنما هي تضعك على الدرب الصحيح. يتني فترة رسالة تقول يتني فترة قلت بطبق الكلام هذا اللي بتقوله عنه كل يوم أطرش رسالة ولا رسالتين ولا واحدة منهم يان الرد عليها. يمكن ما عنده نت. انت طرشين واتساب ولا رسالة نصية عادية؟ ايضا رسالة تقول شوف حنا كيف نلتمس الاعذار للرجال والله مشكلة هذه. حنا دوم نلتمس الاعذار يا بقي دقيقة اتصال اعطني يلا. ام محمد راحت. أم محمد راحت ولا بعدها راحت؟ سامحينا يا أم محمد طولنا عليك سامحينا. زين أيضا رسالة تقول هذه صعبة. رسالة تقول أنا أنتظر حلقة عن الأزواج بفارغ الصبر يا شيخ أتمنى تكون الثلاثة. إن شاء الله بتكون الثلاثة إن شاء الله. أيضا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله نريد أن تكمل نقاط الدكتورة نار. إن شاء الله الحين بكمل نقاط الدكتورة. والله الدكتورة طلعت مستوعبة رجال ناريمان